نحمد ربنا انه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنه والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه خلاص بقى واقف بقى انت حتى التنك من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه البسي؟ طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كان المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه يا صوره رئيس عصابه؟ اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وهنا قرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي. الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والديتيلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى هنا. جوا يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله يعليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. وادي الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا في الدور ولا في الطحين. ولا ده حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت جاي تعملني في مفاجأة هنا ولا إيه؟ أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل إزاي؟ ضرب سكينة. ضرب في السكينة في حنكة؟ أيوة حاضر أهو. شرن له بقه؟ يعني ايه شرن له بقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلا حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في الليل. ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟
هو كان واخد له اجازه ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه الموقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال فضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات وهتفرق أول مرافعة ليا. شربات إيه يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبات إيه؟ هكون عايز إسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا أخويا تأجل القضية، اتفضل. وحياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقدم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لم. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها. اما تهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رنوا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لمح بعيني كده، شفت ال سيادة المستشار ويا الدمعة بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار، قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد؟ ايوه. وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقة. اه. سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص. انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطت لي معلوماتي، اهم حاجه. يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى؟ اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. اول مصحف 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطري. اختي مرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب. ها. اختي مرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي. انحلوا بايه؟ سكر غالي. وانحلوا بايه؟ قوم لبت على الركب السكر غالي. السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. السكر غالي. هنشوف بقى. بس لما ما حبش البرتقال. حبش ايه؟ المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفة خلي الرئيس تخش تقيس جوه.
خلي الايه؟ الانسه تخش تقيس جوه. الاساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستهم يعني؟ في ايه؟ الله 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 لا عم انا كلمتك تعز الخنه ليه طيب؟ الله طب انا امك انت اللي بتعمل بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. رفضي ايه؟ عارفة؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس انت شخص خطرتين فكرت البتاع ملغم ولا حاجة ما تخافيش يا بنت الفلوس النهوف فقال بتجيب جوزك سبع خفت يكونوا السنة ويخرمني لا السبع منين هاف جيب اهو بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر اه طبعا والله عندك حق المرة الجاية نروح الموسكي يلا هو ده الكلاس فعلا لما علينا عبيدك يا رب يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي والراجل جايب الفزمة من دبي والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها مش ما بتعديش انت يا لولو ما بتعديش حاجه بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي ظريف قوي يا عم العيال بتموت فيك عين احسن يا عمو حبيبي ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك عين محي ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء يا حبيبي طفل 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 طفونة ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة خد عفونة مش طفونة ده الواد هيطرشق زي الخرشوف خلاص بقى عين ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل لا مش هتخلف تاني ما تخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور كنت عارف انك هتعلق عليها ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر يا نهار ابيض يا عالجمال بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسروش فيا ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي بصي الماظ يا لهوي الماظ مبروك ألف مبروك حاجة تقبل طبعا والآن مع المفاجأة ايه هننفجر ولا ايه لا ولا ايه أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين طب ما تكمل بقية الشارع خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه يلا يلا يا ياسر سمع عمو يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره لا كمان اقول دم يعني لا كمان اقول دم الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي ابنك مش محتاج لشريط اطفال ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله حبيبي يا محي ميرسي يا لمبي عقبال اولادك يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش
يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بنا ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قالي البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس على هوا، مفيش فلوس على قولي. اقول لك ايه؟ ناتشمع، ناتشمع زي الموتشمع. يعني ايه لمبي؟ الله ايه يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص، هديه؟ امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت، احنا هتطلعينا من الكونسول. على فكره انت قولي يا مفتي.